أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك إلى الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإيمان بالشباب العربي هو جزء من الميراث والثقافة العربية. وأكد سموه أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافة دبي لمنتدى الإعلام العربي هو بمثابة استكمال مسيرة لدعم الشباب العربي والوقوف إلى جانبه وجعله أولوية في العمل العربي المشترك، مشيرا سموه إلى أن أهمية دعم الشباب على مسارين: الأول هو تطوير مهاراته وقدراته وجعله الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية باعتبارهم من تقع على عاتقهم مفردات بناء المستقبل، مستقبل الأوطان. أما المسار الثاني هو الوقوف إلى جانبه من أجل تخطي التحديات ومواجهة التغيرات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية. جاء ذلك خلال مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الإعلامي للشباب والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتزامن مع انعقاد قمة الإعلام العربي 2024 في دبي. لدى وصول سموه كان في استقباله سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. أكد سموه في حديثه أن روح التحدي والعمل الجماعي والمثابرة هي الأسلحة التي تؤمن بنجاح العمل وتنمية قدرات الشباب باعتباره نصف الحاضر وكل المستقبل. شدد سموه على العمل بالهوية الوطنية التي تعتبر البوصلة الحقيقية للأمة العربية في بناء الإنجازات لكونها الماضي والحاضر والمستقبل. بيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد خلال الجلسة الافتتاحية بأن الشباب العربي يقوم بدور فاعل من خلال تسخير كافة وسائل الإعلام للتفاعل الإيجابي مع ما يحدث في المنطقة من تطور في جوانب التنمية وإحداث متغيرات المنطقة وإيصال الرسائل بأن الشباب العربي قادر على التأثير وتقديم الحلول المناسبة لذلك. واستعرض سموه مسيرة مملكة البحرين في منح الشباب الفرصة الكاملة في البناء والتحديث من أجل التقدم والازدهار ومنحهم الثقة في الاستماع إليهم وتشجيعهم على المضي قدما في تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم، بالإضافة إلى إعطائهم الأمل بأنه الحاضر والمستقبل ومن تقع على عاتقهم استدامة التطوير، حيث تسير المملكة في دعم الشباب بزرع ثقافة الإيمان والأمل من أجل الإنجاز. تطرق سموه في حديثه حول بناء تجارب الشباب على دروس السابقين، حيث أكد سموه أن الشباب العربي يتكئ على تاريخ وإرث حضاري تركه الأجداد والآباء ليتعلم من الشباب الدروس. قاعد نفكر من وين ممكن نبدي، شنو شلون ممكن نبدي، وشنو الأمور المهمة يجب طرحها في البداية. وفكرت، نظرت لسيرتك الذاتية وشفت تجاربك، وشفت أنك دخلت الكلية العسكرية اللي هي سانت هيرست وتخرجت منها، وعلى بوابة الكلية مكتوب تخدم لتقود. مفهوم جميل جدا ويجب طرحه بالشكل المطلوب، لكن لو ودنا نفهم العلاقة بين القيادة والخدمة كيف ممكن نفسرها؟ اسمح لي طول الله عمرك في البداية أن أرحب بالحضور الكريم وأشكر
أخوي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد النائب الثاني لحاكم دبي ولاستضافتي في بلدي الثاني دولة الإمارات بين أهلي وبين أخواني، فالشرف الكبير لي أن أكون متواجد معاكم، ولو ما أعتقد أنه يعني أنا راح أثريكم بالخبرات العديدة ومودي أكون مستمع لكم، ولكن دام أن صارت الفرصة أني أجلس أمامكم وأتحدث فليكن ذلك. فطول الله عمرك عن موضوع الخدمة، سواء كانت في القطاع العسكري أو القطاع الخاص أو أي قطاع آخر، الخدمة في نهاية الأمر، أنت قلت مثلاً في الكلية العريقة اللي أنا تخرجت منها أن تخدم لتقود. أنا عندي مبدأ من بعد ما طلعت من هذه الكلية أني فعلاً لازم أني أخدم لأقود، فعلاً أني أصبح شخص أروج هذه الرسالة لجميع الشباب المواطنين الصالحين، اللي لازم نكرر هذه الرسالة، نقول ماذا قدمت أنا للبلد بدل ما أقول ماذا قدمت البلد لي. اليوم إذا أنا اجتهدت ليل نهار أفكر كيف أني أنا أقدم هذا الجميل وأرجع هذا الجميل لبلادي، كيف أني أنا أروج للأفكار الإيجابية والفرص المتاحة أمامي ومن قدراتي اللي في إمكانية محدودية مسؤولياتي، كيف أني أنا أقدر أنفع شخص شخصين ثلاثة ولما أكبر يكبرون المنتفعين حوالي، كيف أني أنا اليوم أورد معلومات صحيحة، كيف أني أنا اليوم أربي أجيال، كيف أني أنا اليوم أخلف عيال. لما صار كل هذا وصرنا على نهج واحد، نفكر كيف أن احنا نكون ناس معطائين لقيادتنا ولبلادنا، لا تحسف علي ان اختارني الله. خوش كلام. ومن هذا المنطلق ودي انا ادش على موضوع شويه فيما يخص الشباب بشكل اخص. لو احنا بالفتره الاخيره خلينا نقول عقب كورونا بالتحديد، في وايد امور تغيرت، يعني قبل كورونا عقب الناس قعدت مع نفسها شافت انه والله راجعت وايد امور، وايد مفاهيم، في وايد امور اقليميه تغيرت على مستوى الاقتصاد، على مستوى الرياضه، على مستوى الاقليم الخليجي. وين موقع الشباب من هذا التغير؟ لو نبي نقول طول الله عمرك كورونا حدث في الماضي، والان احنا نتطلع للمستقبل اللي هو الافضل بكثير من ماضينا ان شاء الله، لكنها هي درس وتعلمنا منه. ومثل ما أقول أنا دائماً ما أواجه التحديات بأن هذه التحديات هي فرص، وإذا شفت هذا التحدي كفرصة أشوفه كنافذة ممكن تغلق في أي وقت، وإذا أنا ما انتهزت هذه الفرصة في هذا الوقت فراحت علي هذه الفرصة. ففي كثير من الناس في كورونا في أثناء الإقلاق وفي أثناء الإفلاس وفي أثناء يعني الناس بدأت تتساءل أكثر من 1000 سؤال، في الكثير منهم اللي انتفعوا وفي كثير منهم اللي خسروا. صح. فالفرق بين اللي ربح وفرق اللي بين اللي خسر ان هذا الشخص اللي ما شاف الفرصه الموجوده في الوضع الحالي اللي انت ساكن فيه. صح. احنا دائما نقول محنه وتعدي ولا مشكله وتعدي ان شاء الله على خير، لا تخليها تعدي الا انت منتفع من وراها اولا. صح. فاذا لازم تكون روحك روح ان انت تطالع هذه التحديات كفرص. فأنا كان القصد عفوا أن في وايد أمور قاعد تتغير الحين، يعني في الدنيا صارت أسرع والأمور قاعد تتغير على جميع المستويات. الشباب شنو وضعهم؟ هل مثل ما ذكرت محمد أن الواحد لازم يتطلع لهذه الفرص ويختنس هذه الفرص؟ هذا قاعد أحاول أفهمه أنا من جوابك. صحيح 100% طال عمرك، صحيح 100% طال عمرك، وتغيرت أمور كثيرة في استخدام التكنولوجيا، في طريقة الوصول إلى الحلول الكثيرة، في التعامل مع المشاكل والمصاعب، فهي دروس في نهاية الأمر. التغير أمور كثيرة، لكن إحنا لازم بوصلتنا ما التغير. بمعنى بوصلتنا اللي هي البوصلة اللي هو المورال دايركشن أو التوجه الأخلاقي العربي الديني الإسلامي، لازم يكون على الخط السليم. أنت تعرف اليوم أنا الكلمة الوحيدة اللي دائما أحملها معاي في جميع المناسبات هي الهوية الوطنية. هويتنا الوطنية اليوم هي بوصلتنا، إن خلت هذه الهوية تختل بوصلتنا كأمة عربية. كيف ممكن نعرف الهوية الوطنية؟ سهل. الأمة العربية تاريخ وإنجازات وماضي
لكن احنا مو من الشعوب اللي احنا نعيش في الماضي، احنا شعوب ندرس من الماضي، نأمن حاضرنا ونتطلع الى مستقبل. فالهوية الوطنية سلمك الله التداول دائما حواليها كلمة مخيفة جدا، اللي هي نتكلم عن بالمصطلح الأجنبي الجلوبال سيتيزن أو المواطن الدولي. فإذا اليوم احنا انتهجنا هذه المناهج الغربية الغير مناسبة لشرعنا ولقيمنا ولمبادئنا، فإحنا نضيع. الله يرحم الشيخ زايد قال لي ما له ماضي ما له حاضر وما له مستقبل، فهو الله يرحمه شاف القادم. فهويتنا الوطنية اليوم هي الركيزة الأساسية والأساس الأول والأخير اللي نحافظ عليه. ولكن قبل كل هذا لازم كل دولة تحدد ما هي هويتنا الوطنية، ما هو العنصر أو الجوهر الأساسي لي كمواطن في بلد ما عربي. فلما نحدد هذه باقي المعادلة وباقي المسألة تكون سهلة. فأنا هذا كنت أنا محضر هذا السؤال، فأنا ممكن الحين أخذ فيه بشكل مباشر أفضل، الضرورة في التمسك بالثقافة العربية، لأن في جانب ثاني يقول لك والله اليوم مثلا اليوم مني من الصبح لي ما جيت شفت فيديو إخباري إنجليزي، شفت فيديو رياضي إنجليزي، شفت خلينا نقول فيديو كوميدي أسباني مترجم، ففي تداخل في الثقافات. فالتمسك في الهوية والتمسك في اللغة العربية للجيل الصاعد والشباب من كلام قاعد أستوحي إنه مهم جدا. جدا مهم الله طول عمرك، وهي بوصلتنا وهي عراقتنا وهي أصالتنا، وما يمنع الله طول عمرك أن الواحد يكون منفتح على العالم ويسابق العالم. احنا مو بناس رجعيين، احنا ناس منافسين للعالم، واكبر اثبات هالانجازات اللي انتم تشوفونها في دولنا. اليوم احنا اللي نحاول نتلاشى المشاكل والنزاعات والحروب، لان احنا اللي عندنا كل شيء نخسره، ما هو باعداء هذه المنطقه. فاحنا نحارب اليوم من اجل جيل صاعد وواعد، احنا نحارب من اجل فرص كبيره موجوده في بلادينا، لأن اليوم الله وهبنا قيادات حكيمة ما تخطط للانتخابات القادمة، تخطط للأجيال القادمة. فلازم علينا إحنا كمواطنين نحافظ على هذا النهج بتمسكنا بقيمنا، بتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا، لكن لازم أنك أنت تتطور، لازم أنك أنت تعرف شو اللي حاصل معك ويا العالم، لازم أنك أنت تقرأ، لازم أنك أنت تختلط، لازم أنك أنت تسافر وتخوض التجارب، لكن في نهاية الأمر معدنك يبقى معدنك. صحيح؟ 100%.